1985 بدأ الجمباز في 1990. دوما صغار السن هم الأساس. أول منافسة له كانت في عام 1997، تصنيفه كان في آخر ملتقى في شتوتغارت، كان تصنيفه الثاني ب 15-7. شاهد جملته الآن بهذه المقصات بالطريقة طبعا القوية. السعة جيدة جدا، نلاحظ المدرسة المجرية من المدارس المتميزة على حصان الحلق منذ ثلاثة عقود. كان هناك تميز وكان منافسة للاتحاد السوفيتي على هذا الجهاز بالذات، كان هناك أبطال عديدين نافسوا لاعبين السوفييت، وما زالت المدرسة المجرية على هذا الجهاز متميزة. إذا أداء رائع للبطل بيركي من هنغاريا المجر على جهاز حصان الحلق. هذا البطل طبعا متأخر جدا على مستوى الأجهزة، تصنيفه العالمي 244، لكنه جيد بالنسبة لحسن الحلق كتخصص. ونقول هناك دوما كابتن فايز، هناك لاعب الجمباز العام وهناك لاعب الجمباز